خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد سبايل. حصة المسائية ليوم الجمعة 5 يناير 2024. عدنا في أهم عنوان لهذه الحلقة هو أن الدولة بدأت كتكشر على الأنياب ديالها وكتخرج العين الحمراء في مواجهة الإضرابات ديال الأساتذة. بعد 3 أشهر ديال الانقطاع عن الدراسة أو الإضرابات المتكررة، زمن كبير تم فيه هدر واحد الوقت ديال التلامذ، هذا الشيء خرج الوزارة بعد يعني حصص ماراثونية من الاجتماعات وكذلك الاتفاقات مع النقابات، خرجت هذه المرة في وات هي تسلك الآن مسطرة الطرد. بدأت بالتوقيف عن العمل ولكن ربما غادي تطور إلى أمور أخرى. غادي نتكلم على هذه الأمور في هذه الحلقة، وغدنا كذلك مواضيع أخرى. سرقة كوزيمار، الجزائر تعاقب بعض الدول والمؤسسات الدولية اللي بردعتها في شهر 12 واقتربت من المغرب. كذلك لدينا أخبار أخرى في هذه الحلقة اللي بغيناكم تتبعوها معنا. غادي نشوفوا كيفاش أول خرجة للجزائر في الأمم المتحدة، ديك الشعارات ديال فلسطين ما فلسطين ما منها والو، أول كلمة لممثل الجزائر فيها دفاع عن إسرائيل، كيفاش وعلاش. كل هذه الأمور بغيناكم تشوفوها معنا في هذه الحلقة. على بركة الله مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة، شكرا جزيلا لكم لاختيار قناة محمد السباحي. رجاء الخوت قبل ما نكملوا الله يحفظكم، بغينا منكم واحد الحركة بسيطة، جيم خلوا لنا اي تعليق بسيط في صندوق التعليقات، ولا يعني ما كنتش مشترك معنا اشترك معنا. هذه الامور كلها كتساهم في الحفاظ على هذه القناة وكذلك الحماية ديالها. كاين ديزلايك وكاين لايك، الديزلايك راه كيديروه من الجزائريين واعداء البلاد بواحد الشكل كبير، واللايك ديالكم انتوما، وبهذا اللايكات ديالكم هي باش كنستمروا وكنحميوا هذه القناة. غادي نبداو لكم بالحلقة اللي درنا الصباح، حلقة اللي كانت مهمة جدا جدا، وبينا لكم بالتحليل المادي وكذلك الواقعي على واحد التدوينه ديال واحد الصحفي مغربي قديم، كان يعني من الصحف الصحفيين القدام، اللي هاجم فيها على فوزي القجع وقال بانه عنده واحد العلاقه بالناصري وانه رئيس جمهوريه الناصري، والمهم بزاف ديال الهضره. تكلمنا في هذه الحلقه وكشفنا بعض الاوراق الخطيره جدا، الحلقه كاينه في صندوق الوصف، ولكن بدينا غادي نبداو نجيب لكم بعض التعليقات ديال بعض الاخوه اللي شفنا كتكمل لنا الموضوع ديال الحلقه ديال الصباح، مهمه جدا وتقديم معلومات مهمه جدا. كيقول لنا هذا الاخ اللي هو الشهاب محمد، كيقول لنا خويا السباعي اعتقد من خلال تحليل بسيط على تدوينه الحسين الحياني اللي هو الصحفي اللي قلنا لكم كتب على فوزي القجع، هذا الشهاده ديال لاعب سابق، هذا السيد اللي كتبها بالتعليق لاعب سابق في سنوات الثمانينات. كيقول اولا انا لاعب سابق وعشت مرحله عمل السيد الحياني بالاعلام وخاصه الرياضي سنه 1980، كان عمري انذاك 18 سنه والان ابلغ من العمر 62 سنه. الله يخليك لنا والله يطول لنا في عمرك السي محمد. والسي الحسين كان كبيرا في العمر وقتها يعني في 1980، واظنه انه على عتبه 90 سنه الان، يعني دابا الان، فكيف لشخص بهذا العمر ويدعي انه مريض لكنه مهتم كثيرا بفريق الوداد والقجع واسكوبار وقزامة، مما يوضح ان هنا ايادي خفيه هي من تقوم بهذه التدوينات وللكلام بقيه. شفنا هذا التعليق مهم جدا وفيه بعض الحقائق، هذاك الشيء علاش نشرناه لكم. ممكن السي محمد وهذا الشيء اللي قلنا، احنا ما قلناش بان السي الحسين هو اللي كاتب، قلنا الا ما كانش هو كاتب على الاقل اللي خرج ماشي تصريح يفند يكذب هذيك التدوينه. كيكتب لنا واحد الاخ كذلك كيقول لنا اللي هو السي سمير بوفروج، كيقول الحسين الحياني لا زلت اتذكر تعليقه على مقابله المغرب والجزائر سنه 1979 والتي كانت اخر مقابله يعلق عليها بسبب ما اقترفه من سب في حق اللاعبين المغاربه
والمنتخب المغربي وعدم المهنية التي أبان عنها خلال تلك المباراة. صحفي كان يعتبر نفسه عبقري زمانه، وهذا ما يفسر خرجته الإعلامية اليوم. وكذلك كاين اللي قال فيكم بأنه تراه النسيان، وهذا الشيء علاش خرج بهذه التدوينة من أجل يقول للناس والمسؤولين أنا هنا فكروني راكم أنسيتوني. والله أعلم، والله أعلم. المهم الإنسان، الناس اللي ما تفرجوش في الحلقة الصباح راها كاينة في التعليق الأول على هذه الحلقة. وندخلوا معكم الإخوان الكرام إلى أول خرجة للجزائر في مجلس الأمن. الجزائر دابا خضت العضوية الغير الدائمة في مجلس الأمن، وفي الكلمة الافتتاحية الأولى ديال السفير الجزائري تما، نورمالمون خاصو يدافع على فلسطين، خاصو يدافع على الصحراء الغربية، خاصو ديك الهضرة داك البلابلا اللي كان فاعلنا بها الراس خاصو يتكلم عليها. واش دافع على فلسطين؟ لا، دافع عن مصالح إسرائيل، بحيث ذكر وتكلم عن إغلاق المعبر ديال البحر الأحمر من طرف الحوثيين. وجه من جهة الحوثيين وقال لا، هذيك راه مقاومة من حق الحوثيين يديروها، وهذيك المياه ديالهم، وتضامنا مع فلسطين ما يخلوش السفن الإسرائيلية تدوز. لا، ما قالش هذا الكلام، قال لا، خاصنا اليوم كاملين نتجنب من أجل حماية السفن اللي كتدوز من تما، لأنها في صالح العالم وكذا وكذا. وقال بأن الدول الساحلية على ديك المنطقة هي اللي خصها تدخل من أجل تنهي الحوثيين على هذه الممارسات. يعني جا هو ضد الحوثيين، الحوثيين الذين يناصرون فلسطين، وهذه العملية داروها من أجل إغلاق المنافذ على إسرائيل. اليوم الجزائر تدافع عن حق السفن الإسرائيلية في المرور من البحر الأحمر. نخليكم مع واحد المقتطف من الكلمة ديالو في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. بأن البحر الأحمر يشكل ممرا أساسيا للتجارة العالمية، وهو مسؤول عن حوالي 15% من الأنشطة البحرية العالمية، وحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر يكتسي أهمية كبيرة للعالم بأسره. بارك عليه. راه قلنا لكم دائما هو هاد الناس اللي مهكر عالم المتناقضات، راه ما همهم لا فلسطين لا اسرائيل لا حتى شي حاجه. سيراليون اللي اليوم فرعلنا بها الراس مع انها فاتحه قنصليه في الصحراء المغربيه وعلاقتها جد طيبه بالمغرب، وعلاقتها كذلك جد طيبه باسرائيل. سيراليون تبلغ اسرائيل اعتزامها فتح سفاره لها في القدس، هادشي راه قالوا غير في الصيف اللي داز. سيراليون علاش الجزائر لم تمتنع، يعني عارضت لقاءها بسيراليون، وسيراليون تساند اسرائيل، بل غتفتح سفاره ديالها في القدس. الشعارات راه ما كاين حتى شي حاجه من هذاك الكلام الخاوي ديالكم. واحد التبرديعات خدتها الجزائر هذا شهر 12 من مجموعه من الجهات. اول حاجه هو ان، شوف تبعوا معايا المؤسسات اللي غادي نقول لكم، اليونسكو صنفت الملحون تراث مغربي. كان عندنا الصراع مع الجزائر على الملحون، اليونسكو جات من جهه المغرب، هذا واحد. ثانيا اليمن جددت موقفها بمغربيه الصحراء، هذا ثانيا، هادشي كلشي في شهر 12. ثالثا دول الساحل كتجد الشمع هنا في المغرب، وترحب بالمبادره الملكيه بشأن الفضاء المتوسطي أو الأطلسي. مزيان، هادو تبرديعات. الجزائر بغات تنتقم من ثلاثة المؤسسات، مؤسسة اليونسكو، مؤسسة دولة اليمن، ومؤسسة دولة الساحل. أشنو دارت؟ ناضت سدات لهم الحسابات ديالهم المتعلقة بشي قروض، يعني ممنوع ما بقاتش غتعطيهم الكريديات. ها هما القرار خرج في الجريدة الرسمية الجزائرية، وزيد على ذلك أن بوركينا فاسو اللي هي دولة من دول الساحل سمتها باسمها الفرنسي السابق اللي هو فولتا العليا، ما سمتهاش بوركينا فاسو. يعني أنت كتقول بحال هي كتقلل الشان من بوركينا فاسو. هذه طريقة من طرق المبرعجة الصبيانية ديال هذا النظام الذي يشتغل في دبلوماسيته الأجنبية بردة الفعل
ضد في المغرب فقط، في حين أنه خدام من الداخل وهو معجب كثيرا بالمغرب ومعجب بالثقافة المغربية وكل ما هو مغربي. كوزيمار شركة ديال السكر المغربية لم تسلم من هذه السرقات. نعم كوزيمار اليوم كتبيع الجزائر في تونس وفي ليبيا، كتبيع السكر ديالها في تونس وفي ليبيا تحت مسمى كوزيمار، اللي هي شركة مغربية اللي كنعرفوها سنوات هذه. صحيح في واحد النسبة فيها مملوكة إلى بعض الشركات الأجنبية، ولكن 90% ديالها شركة مغربية. ها هو كوزيمار، ومن اللي كنرجعوا شي شوية كنلقاو بأن واحد القناة ديالهم اللي هي سميرة تي في، معروفة هذه القناة في الطبخ وفي عالم الطبخ، كاتبين هذا المنشور وقال لك شكون يشفى على هذا السكر وين يستعملوه، شاركونا آراءكم في التعليقات. يعني شركة يعني ديك سميرة تي في باش دير شي شوية الرواج في الصفحة ديالها حطت الصورة ديال السكر المغربي وقالت لهم في نظركم كيفاش كنستعملوا هذا السكر وفاش كنستعملوا. شتو الخنشالة على حقها وطريقة. حتى الخوتنا التوانسة حتى هما تعادوا بهادشي ديال السرقات وديال الخنشالة. فبعد ما الجزائر قال لك اسيدي اركان ديالهم وعبد المجيد كذبوا قال لك اسيدي هو اللي اكتشف الاركان، هو اللي اكتشفوا في السبعينات ولا ما عرف في الستينات. ها هي دابا بعض المواقع وبعض البوتيكات التونسيه قال لك اسيدي زيت الاركان التونسي ولا كيتباع اسيدي اركان حتى هما عندهم في تونس. حنا في المغرب ياك مغاربه وكاين بعض الجهات لم يتجرأوا يقول لك اركان راه كاين في سبو ولا اركان كاين في الشمال ولا اركان كاينه في الجهه ديال الشرق ولا لا، حتى واحد ما تجرأ مع انه ينتمي الى المغرب. دائما اركان كنقولوا ينتمي الى جهه سوس ماسا وكذلك الى منطقه الصويره، حتى شي واحد ما تجرأ من الجهه ديال المغرب وقال لك اركان راه عندنا. في حين اليوم حنا تخطى البعض يعني الجهات المغربيه ومشى للجزائر ولا دابا حتى في تونس غدار وغدا ليبيا تايد قلنا زيت الاركان الليبي ومصر قلنا زيت الاركان المصري وغاديه هكذاك يسرح، يعني يسرح مع هاته المناطق. حفظنا الله واياكم من هاته الخنشله ومن هاته السرقات الموصوفه في حق كل ما هو مغربي. وانتقل معكم الاخوان الكرام الى العين الحمراء ديال وزاره التربيه الوطنيه او بالاحرى للحكومه المغربيه. ثلاث شهور ديال الاضرابات ولا شيء يبشر بان هناك غتكون نهايه قريبه لهذا المسلسل. الاساتذه او نسبه كبيره من الاساتذه باش نكونوا واقعيين ماشي كلشي داروا اضراب، كثير منهم كيصعدوا. اليوم الدوله بعد ما جلست معهم الطابل يعني مع النقابات واسطر على النقابات، كاين دابا بعض التنسيقيات كيقول لك لا خصها تجلس معنا حنا المعنيين. النقابات فيها فقط بعض الناس اللي لا علاقة لهم بالتعليم، إما متقاعدين إما ماشيش من هيئة التدريس إما إما إما، وبالتالي فالمعني بهذه الأمور هو الأستاذ الذي ينتمي إلى هيئة التدريس في القسم، وبالتالي الحكومة خاصة تجلس معنا حنا ماشي تجلس مع النقابات. وغير هو بيني وبينكم راه مرارا تكلمت عن هذا الأمر، راه غادي نولوا في الفوضى الى اي واحد دابا يدير تنسيقيه وتجلس مع الدوله، راه هذه ما سميتهاش دوله المؤسسات، كتولي دوله السيبه. لان الفرق ما بين التنسيقيه كشكل غير قانوني والنقابه كشكل قانوني ومهيكل. انت كتقول لي لا النقابات معو الماتش، ايوا سيدي اسس نقابه، دير نقابه ودير مكتب ديالك وكون انت قوه فتحاور الحكومه، ولكن انت عندك موقف من النقابات. الدوله راه ما تقدرش تجلس الا مع النقابات مع احترامي للاساتذه، او هاد النقابات فيها المفسدين لانك انت عطيت اتساع للعمل النقابي. سير خذ البطاقه ودير هجوم وانزال على شي نقابه من النقابات وديروا فيها تغيير النظام، طيحوا دوك المفسدين وطلعوا انتم شي وحدين صالحين وجيو جلسوا مع الحكومه وغيروا حتى القوانين. دابا كتقول لنا بان هذا الشيء اللي جابته
لكم الحكومه ما كيستافدش منه الاستاذات، الاساتذه والاستاذات. شكون اللي كيستافد منه؟ بعض الاطور اللي لا علاقه بالتدريس، بالزياده في الاجور وكذا وكذا. الاستاذ ما شفنا منه والو، لان التمثيليه ديال اللجان الثنائيه ما فيهاش الاستاذ والمديرين اكثر من الاساتذه والمفتشين اكثر من الاساتذه والاطور الاداري اكثر من الاساتذه وكذا وكذا. مزيان، هذا خلل كبير جدا، ولكن انت بعدتي على عمل النقابي يا استاذي الكريم. انت كان عليك تدخل النقابه باش تفاوض مع الحكومه وتفاوض تاع الكوطا ديال اللجان الثنائيه. مع احترامي للاساتذه، هذا خطا سابق داروه اجيال قبل منكم ديال الاساتذه، كتخلصوا الثمن ديالكم انتم اليوم. الدوله ما قبلتش هذه الامور، ما قبلتش هذه المزايدات. قالت لك اودي درنا حوارات، درنا تنازلات، عطينا زيادات، درنا تعديلات في النظام الاساسي، ولكن الاساتذه ما بغاوش يدخلوا للفصول ديالهم باش يعتقوا معنا هذه المواسم، هذا الموسم الدراسي. وبالتالي انتقلت الى مرحله خطيره جدا، وهو تفعيل يعني غاديه تطرد، غاديه الدوله بغات تطرد هذوك الاساتذه المتزعمين لهذه التنسيقيات. نعطيكم مثال من الامثله اللي هي تقريبا مجموعه من الاكاديميات فعلات هذه البنود ديال التوقيف عن العمل. ها هو مثلا هذا ديال المديريه الاقليميه للمحمديه، وهو يسري على مجموعه من المديريات نفس الرساله، كيبدلوا غير لونطيت المؤسسه، المدير اسم المعني الاستاذ المعني، والمتن ديالها كيبقى هو هو. اشنو كتقول لنا هذا الاستاذ؟ الموضوع توقيف مؤقت عن العمل. سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله. وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه، واستنادا للفصل 73 من الظاهر الشريف رقم 158008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتثمينه، وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية والمتمثلة في قيامكم به. عدم التزامكم بأداء مهامكم الوظيفية والتعليمية، هذا واحد. ثانيا، انقطاعكم على المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر. وعليه وحيث أن الأفعال المنصوصة إليكم المنسوبة إليكم تعد خطأ جسيما وإخلالا بالتزاماتكم المهنية التي أساسا التربية والتدريس، ونظرا لعدم تقيدكم بالمطاق الأخلاقي للموظف وتطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتثمينه، فقد تقرر توقيفكم مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبكم الشهري ابتداء من تاريخه باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البت في ملفكم من طرف المجلس التأديبي المختص. والسلام. يعني دابا هذاك الأستاذ ما بقاش داير الإضراب، موقوف عن العمل، والأجرة ديالك ما غتدخلش لك، غادي يبقاو لك فقط دوك التعويضات العائلية عن العمل اللي كنتي كتشدها، يعني الخلاص ديال الدراري. كاين بعض الرسائل الأخرى كتقول لهم عدم كتزيدهم واحد النقطة أخرى، مثلا في هذه المراسلة أخرى فيها تحريضكم، يعني أنت من الرؤساء الريوس الكبار ديال هذه التنسيقية، تحريضكم على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ. حنا كنعرفوا الدولة المغربية شي شوية قاصحة في هذه الأمور، ما معهاش اللعب في هذه الأمور. أكيد سننتظر أشواطا جديدة أخرى من الصراع، وكذلك كان اللي غادي يسميه النضال من أجل فعوض المطالب. ما كانتش في الأول، كانت في الأول هي سحب النظام الأساسي، توقيف بعض القرارات الزجرية في بعض الأساتذة، دابا غادي تزادها مطلب آخر بحال كتغرقكم الدولة،
توقيف هذه العقوبات وهذه التوقيفات والضبل بعد غدا الطرد ديال بعض الاساتذه. انا شخصيا كنتمنى والله العظيم للمتمنيات ديالي الاساتذه من حقه يناضل، الاستاذ من حقه يطالب بالحقوق ديالو، ولكن واحد الهدنه، هدنه في الحروب بين روسيا واوكرانيا وبين اسرائيل والاخوان ديالنا في غزه، حروب ولكن كتكون واحد الهدنه، كتكون واحد السيمانه، واحد الخمس ايام، واحد العشر ايام، ومن بعد عاود رجع رجعوا للحرب. بغينا واحد الهدنه. هاد الاساتذه دخلوا قري واحد 15 يوم، واحد الشهر، واحد شهرين، من يمنعكم من الشارع مره اخرى في حال لم يتم الاستجابه للمطالب ديالكم؟ واحد الاستاذ صديق ديالي كان تواصل معاه، قلت له ودي علاش باقي كتخرجوا مع ان الدوله دارت معكم محاضر وكذا؟ قال لي الدوله لا ثقه فيها ولا ثقه في محاضرها، وذلك حسب يعني تجارب سابقه. هو مزيان هي، واش غنديروا؟ ها هي الدوله التزمت معك، غدير معك شي حاجه؟ واش انت خصك تشوف الكونت ديالك تزاد وداك الثمن عاد تدخل؟ زعما ما تدخلش دابا ونتسناو الاجراءات الاداريه وكذا؟ عارفين احنا الفلوس لابد يتزادك الزياده، خاصها واحد الاجراءات دير واحد شهرين ولا ثلاث شهور ولا اربعه ولا ما عرفتش شحال. زعما انت ما غتدخلش تشوف الكونت ديالك تزاد فيه داك الثمن مثلا؟ على الاقل نبينوا واحد الحسن ديال النيه، واحد الهدنه مع الدوله، ندخلوا نقريوا واحد المده. الدوله اذا عاودت تملصات وعاودت تراجعت على 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 الاتفاقات ديال السابقه، خرج سيدي للشارع، حتى واحد ما غادي يحبسك عليه. اذا كنتمناو هذا المسلسل العقيم بين الحكومه وكذلك بين الاساتذه انه ينتهي، وتكون نهايه سعيده لجميع الاطراف برجوع التلاميذ الى القسم ان شاء الله. خذنا نهايه هذه الحلقه، شكرا جزيلا لكم على الدعم ديالها، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.